السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ شعاودو؟ كي دايرين مع الصحة؟ جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد غزال. واحد العشية دوزتها مطرطقة ديال بصح، حيت كاع ديك الطاقة اللي كانت سلبية فيا وجبت طاقة إيجابية، والحمد لله على هاد الجمع اللي تجمعنا فيه. والله إلا هاد اليوتيوب كيعرفك على ناس مزيانين، الله يعمر ليهم الدار، كاين الخايب وكاين الزوين، كل واحد كل واحد مع من لقاه الله. الحمد لله تلاقيت مع بنات زوينين وظريفين، والله يعمر لهم الدار. ودائما هكايا، والله الا تعرفنا على في الواتساب. المهم ملينا هكايا مره كنمشيو عند بعضياتنا، كنجيو عند بعضياتنا، واللي كنمشيو عندها الحمد لله ما تتس غير هذيك الضحكه في وجهها، راه كتحسن من الماكله والدنيا واللي فيها. واحد ملي كتمشي عندو كيفرح بك في وجهك. الحمد لله. كنبغي نشكر يومي قناة أم سهيب، كنبغي نشكر وجدان أم جاد، وكنبغي نشكر أم يونس، ومنوعات كريمة، وأم عبد الله، عالم أم عبد الله. والله إلا عاتي دوزنا واحد العشية فن ديال بصح، جمعنا عند هاد السيمانة جمعنا عند أم سهيب، حيت دوزنا واحد العشية خطيرة. فأنا أم سهيب دوزت العشية خطيرة عليها. المهم فرحات بينا وجبت لينا بوطي ومنوعات كريمة، دارت رفيسة وتجمعنا وضحكنا. المهم هي داك الضحك والنشاط اللي ضحكنا ونشطنا، هاديك أحسن حاجة. وكنبغي نشكرهم بزاف، الله يخلينا دائما مجموعين ويدوم المحبه بيناتنا. وتنتوما يا خليكم تفرجوا، واللي كتوحم سمح لينا. وكنبغي غير نبارطاجي معاكم شي حاجه زوينه، شي حاجه اللي هكايا تفرحني، كنبغي نبارطاجيها معاكم. وكنبغي نشكركم بزاف، نتمنىكم تبارطاجيو الفيديو وتنضموا للعائله ديالي. كنبغي نشكر بزاف الناس اللي انضموا للعائله ديالي وخلوا لي كومونتير زوينين بحالهم، راني كنقراهم كاملين. وكنبغي نشكرهم بزاف بزاف، وخليكم حتى لاخر الفيديو، فيديو غزال ديال بصح. ليها صحاكي كدير ليها.
شهي ما شهيناكم واللي كتوحم تسمح لينا انا نشهي قولي قولي انتما فين هو تليفوني انتما تقولي تليفوني ما غتسلاوش ما غتسلاوش